أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة بما يدعم الاستقرار ويسهم في تحقيق التنمية المستهدفة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، كما شهد الاجتماع توزيع نسخة من كتاب الرؤية والإنجاز على الوزراء. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم إنجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.